مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع. ويلكم ايفريبادي، ويلكم ايفريبادي تو سي ذا موفي اوف كوهو. انتم الان في الصاله فيلم كوهو الملك. الملك كوهو. ويلكم تو ذا كينج اوف كوهو. يس جست ان عربي، بالعربي. نرحب بكم في هذا الفيلم لكي نسمع محتوى كتاب الفيلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هذا الذي قال هو أعلن، لديه إعلان، دخل علينا ودخل على الناس فقال أوكي كلكم. Yes, all the chairs in English. Please listen. بسم الله الرحمن الرحيم. Somebody came to do announcement. He said, okay, everybody, please listen. The king is coming. He will talk to us. He told me to tell that he just escaped from the jail, which is somewhere. فقال اوكي كلكم. استمعوا الى الملك عند قدومه، ياتي ويتكلم معنا. هذا الملك قال لي هو هرب من السجن في مكان ما في العالم، كان مسجون في مكان من العالم فهرب، وأوصاني أن أبلغكم كلامه، وأن أجمعكم، وأنتم دخلتم الصالات، صالات هذا الفيلم. وطلب مني أقول لكم جميعا
He asked me to arrange for him this gathering. To tell you that he is king of his order Hans, just Kohu. Please, I request all of us to stay silent so you will understand what he gets to say. He's telling us about the possible 2 months task. TPTMT. Two ministers, zero air minister, Zam, and two water minister, Tom, are going to be hired from Cairo. اسمه هو كوهو، king of his order هانس، أوامره العليا، ملك أوامره العليا. نطلب من الجميع ونستأذن منكم، إذا دخل علينا الملك أن نلتزم بالصمت والهدوء حتى نعرف ما لديه لنا. هو قال هناك TPTMT وهو the possible 2 months task، أي هناك مهمة تستغرق 2 شهرين وهي ممكنة، وحين انتهاء المهمة سوف يتم تعيين وزيرين، أحدهما يدعى زام من زيرو إير مانستر، وزير الهواء، والآخر يدعى توم وهو وزير الماء، تو ووتر مانستر، تو من حرف 2. الوزيرين يتم تعيينهم من القاهرة ومن مكة المكرمة حتى ينتهوا من مهمة TPTMT. نحفظها TPTMT. TP يعني مهمة ممكنة أو مندوبية ممكنة، وتي ام يعني شهرين مدتها، وطبعا تي الاخيره هي المهمه.
0 air minister Zam and 2 water minister Tom are going to be hired from Cairo and Mecca to finish TBT MT the 2 month, the possible 2 months task. Kuhu is to hire 5,000 beneficial allocation portfolio FT BAP 5,000 beneficial allocation portfolio. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع. Welcome everybody, welcome everybody to see the movie of Kuhu. أنتم الآن في الصالة فيلم Kuhu الملك. الملك Kuhu. Welcome to the King of Kuhu. ممكن أداءها والانتهاء منها، يعني محسوم الأمر. مكلفين الاثنين الوزراء يتم اختيارهم، وأيضا كل ما يوصوا إليه سوف ينفذونه في شهرين إن شاء الله. طبعا أنا بالإنجليزي ما قلت للجماعة الكرسي اللي بالانجليزي اللي في الكراسي الانجليزي ما قلت لهم شيء، حقول لكم هو بس لا تقولوا له هم جنبكم عشان ما نبقى احد يتكلم في صاله العرض. حقول لكم المهمه هي مهمه عبر الزمن، يعني سيكلف الوزيرين برحله عبر الزمن الى القرن الثاني من الهجره، ويكون عدد الاجتماع دائما في الرحلة عندما يستقروا، لأنه معهم أسئلة فيتأكدوا من إجابتها ثم يعود، فيكون عددهم 8 أشخاص لما يكتمل العدد. طبعا فيه من الأحياء 2 والبقية في غابر الزمان، فالمدة الشهرين ممكن تكون يعني في حسابا ممكن تكون سنين، بس لما نرجعوا لنا يكون انتهت شهرين. بالنسبة للميتين المدة الزمنية ممكن 800 سنة كأنها 8 دقائق في هذا الحدود. المهم من وصل رسالة الملك، اللي دائما يتكلم يوصل رسالة الملك عندما نبدأ نكون في الصالة، فقال كوهو سيعين ويعطي
5000 محفظة لمن حضر، 5000. فاستمر إن شاء الله الحضور حتى يكتمل توزيع المحافظ للمستفيدين. شكراً.